نظمت في الأردن ولبنان في شهر آذار حفلات موسيقية لمهرجان الأورغان في الأرض المقدسة الذي نظمته حراسة الأرض المقدسة. وبهذه المناسبة تم عرض فيلم أمريكي صامت من عام 1927 بعنوان ملك الملوك عن آلام المسيح مع تعليق موسيقي مرتجل مباشر مع الأورغان. العازفان المدعوان هما خبيران في هذا النوع من الموسيقى، الإيطاليان فاوستو كابورالي في الأردن وأنطونيو ديديدا في لبنان. للمرة الأولى تم عرض هذا الفيلم الرائع الذي تم تصنيفه في قائمة أفضل 10 أفلام ملحمية من معهد الأفلام الأمريكي مع ترجمات إلى اللغة العربية، تم إنتاجها خصيصا من قبل المهرجان، وذلك بفضل التعاون مع سفارة إيطاليا في عمان والمعهد الإيطالي للثقافة في بيروت. يقام مهرجان الأرض المقدسة للأورغان في جميع الأماكن التي فيها حضور لحراسة الأرض المقدسة. يدعى هذا المهرجان في لبنان مهرجان سول أسبوع الأورغان في لبنان بالتعاون مع كلية نوتردام للموسيقى. هذا أيضا هو المهرجان الوحيد للأورغان في لبنان، وبالتالي فهي الفرصة الوحيدة للاستماع إلى المقطوعات الموسيقية والمساهمة في ثقافة الموسيقى في لبنان. اختارت وزارة الثقافة حفل 25 من آذار كحدث وطني للاحتفال بعيد البشارة الذي يوحد المسيحيين والمسلمين. عرضت فرقة سوليس دو بيروت بقيادة فرناندو أوفارا ورفقه على الأورغان إيب لافارغ برنامجا من مقطوعات موسيقية مخصصة للعذراء مريم. في الحفل الموسيقي الذي صادف 24 من آذار للمرة الأولى في لبنان تم عرض القداس ري ماجور لأنطون ديفوراك مع فرقة هيمنوس فوكال إنسامبل بقيادة الأخت مارانا سعد ورفقها على الأورغان الموسيقار فيكتور كونتريراس، والذي قدم أيضا مقاطع موسيقية معاصرة لملحنين مكسيكيين. كما شارك في الحفلات الأخرى للمهرجان الألمانيان إكسيل فليرل وجورج هامر اللذان يعتبران من أفضل طلاب فئة عازفي آلة الأورغان في كلية الموسيقى بجامعة نوتردام مع معلمهم كوزيمو برونتيرا والكاهن الأغسطيني بيدرو ألبرتو سانشيز عازف آلة الأورغان في الدار الملكي في إسكوريال في مدريد. رافقوا على الإيقاع اللبناني كريستيلين جيم. نظمت الحفلات الموسيقية في الكنائس، ولكن الجميع مدعوون للمشاركة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. لذلك تصبح هذه الحفلات الموسيقية نقطة لقاء لعشاق الموسيقى، وتصبح لحظة مسكونية، لأن إنتاج مهرجان سول كان ممكنا بفضل مساهمة ومساعدة الكنائس المختلفة والطوائف المختلفة، الكنيسة اللاتينية والكنيسة المارونية والكنيسة الإنجيلية البروتستانتية. إنها علامة مسكونية.